السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم النهاردة في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا النهاردة ان شاء الله للشعر، تطويل الشعر وكمان تكثيف ولمعان الشعر. احنا النهاردة مش هنعمل وصفة، احنا هنعمل اتنين تلاتة ثلاث وصفات بإذن الله، وصفات فعالة. هتختاري المكونات اللي انت متكون متوفرة عندك وتستخدميها بإذن الله. هبدأ دلوقتي اعمل معاكم اول وصفة ونشوف ايه مكوناتها. انا هحتاج في اول وصفة ان شاء الله بيضة تكون كاملة صفار وبياض زي ما احنا شايفين كده. هبدأ اضيفها في الطبق بتاعي. اول حاجة هبدأ اقلبها كويس جدا كده بحيث ان انا امسك الصفار مع البياض بالشكل ده اهو. نحاول نقلبها بس كويس وهقولك ايه اللي انا هضيفه تاني عليها. وعايزة اقولك ما تقلقيش خالص من ريحة البيض. انا هقولك برضو لو انت يعني ريحة البيض ضايقتك، ان شاء الله باذن الله هقولك على طريقة جميلة قوي هتضيع ريحة البيض. بعد ما قلبته بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو، انا مزجت الصفار مع البياض وبقى كله متجانس مع بعضه بالشكل ده. هبدأ اضيف ايه بقى؟ هبدأ اضيف نوعين من الزيوت تحفة جدا جدا للشعر، بتنعم وبتطول الشعر في وقت قصير جدا. انا معايا هنا زي ما احنا شايفين ده زيت جوز الهند. زيت جوز الهند ده بنجيبه من عند العطار، انت ممكن تحطيه في التلاجة وبيبقى مجمد، بس انا سايباه بره عشان اعرف استخدمه. لو حطيتيه في التلاجة لازم تحطيه في حاجة ما تكونش ازازة، يعني في برطمان تعرفي تطلعي منه بالمعلقة، علشان لما بيتجمد ما بينفعش يطلع بسهولة. هبدأ اضيف معلقتين من زيت جوز الهند، من زيت جوز الهند. زي ما قلنا زيت جوز الهند تحفة جدا جدا يا بنات في تنعيم الشعر، بيخلي الشعر ناعم جدا جدا. اما تاني مكون بقى احتاجه معايا النهاردة هو زيت الخروع. زيت الخروع برضو هاخد منه معلقتين. زيت الخروع تحفة جدا للشعر. لو ما عندكيش نوع من انواع الزيوت دي ممكن تستبدليه بزيت الزيتون. وعلى فكرة زيت جوز الهند بيضيع ريحة زفارة البيت خالص، يعني بيضيع ريحها تماما، مش هتحتاجي ابدا ان انتي. هقولك على طريقة بس هقولك في اخر الفيديو. هبدأ اضيف معلقتين برضو اهو من زيت الخروع، وممكن تستبدليه زي ما قلنا بزيت جوز الهند، زيت الزيتون. ويفضل زيت الزيتون المعصور على البارد ويكون بكر. بنقلب تاني عشان امزج الزيوت مع البيضة. عايزة اقولك لو انتي استخدمتي الكبة بتاعتك او استخدمتي الخلاط وضربتي فيه المكونات دي كلها هتتمزج بسرعة وهتبقى تحفة جدا جدا لما تستخدميها بالشكل ده اهو. زي ما احنا شايفين انا يعتبر تقريبا قلبتها كويس اهي. وكده بقى معانا الخليط اللي انا هستخدمه بقى جاهز معايا للاستخدام. زي ما احنا شايفين كده اهو، انا اوريكم برضو. شايفين كده جاهز معايا ان انا استخدمه بالشكل ده. هستخدمه ازاي بقى؟ طبعا هنغسل شعرنا كويس جدا. لازم نغسل شعرنا كويس جدا من اي زيوت او اي كريمات موجودة على الشعر. بعد كده هنبدأ ناخد الخليط ده على اطراف الاصابع كده وندهن بيه ارضية الراس كويس جدا، تدلكي كده كويس قوي قوي في الجذور، لان التدليك ده مهم جدا، بيعزز فروة الرأس وبيطول الشعر وبيخلي الشعر ينمو بسرعة، بيكثف كمان الشعر. هتسيبيه على شعرك ممكن ساعتين او ساعة، وحاولي تلف شعرك باي كيس علشان ما ينزلش عليك ويبهدلك، وتسيبيه لمدة ساعة او اتنين وبعد كده هنغسله. لو فضلت ريحة البيض موجودة معاكي ممكن تستخدمي خل التفاح على كوبايتين مية وتغسلي بهم شعرك شطف اخيرة. دي بالنسبة للوصفة دي حبايب قلبي، يا رب تعجبكم متنسوش لايك للفيديو، ويلا بينا هنعمل الوصفة التانية. الوصفة التانية ان شاء الله هحتاج فيها جل الالوفيرا زي ما انتم شايفين كده. الصبار ممكن نستخدم الصبار اللي احنا بنجيبه من الصيدلية او من السوبر ماركت اللي هو زي ده الجاهز كده، او ممكن نستخدم النبتة الزرعة اللي فيها صبار بنفتحها وبناخد منها الجل اللي جواها. هبدأ اضيف 4 معالق
من جل الالوفيرا بالشكل ده اهو. هنبدأ نضيف 4 معالق معايا بالشكل ده اهو، 3 4 تمام كده. انا ضفت 4 معالق من جل الالوفيرا زي ما انتم شايفين كده اهو. هبدأ اعمل ايه بقى؟ هبدأ اضيف عليه برضو 4 معالق من زيت الزيتون، وممكن تستبدلي زيت الزيتون بزيت جوز الهند، او ممكن نستبدله بزيت الخروع، يعني الموجود عندك هينفع ان شاء الله معانا في الوصفة دي. هنضيف برضو 4 معالق بالشكل ده كده اهو، مش عارفة انا ضفت 4 ولا 3، مش مشكلة بقى، يعني لو ضفت 5 مش مهم كده. انا ضفت معايا، ضفنا زيت الزيتون وضفنا جل الالوفيرا او جل الصبار. هبدأ اقلب بالشكل ده اهو، بحيث ان انا يعني اخلي الخليط يكون متجانس معايا. بالشكل ده اهو احنا قلبناه. كل ما تقلبي خدي بالك هيديكي قوام زي الكريم بالظبط، شايفين كل ما بقلب بيديني قوام كريمي، يعني هيبقى عامل زي الكريم هندهن بيه شعرنا. شايفين انا بس عشان وقت التصوير يعني هكتفي بالتقليب كده، بس انتي حاولي تقلبيه لحد ما يديكي قوام كريمي يكون عامل زي الكريم بالظبط. شايفين بقى عامل ازاي؟ زي الكريم بالظبط. هبدأ استخدمه ازاي بقى؟ ان شاء الله هنغسل شعرنا من اي كريمات او اي زيوت، وهبدأ اضيفه على الشعر من الجذور لحد الاطراف. الجل بينعم الشعر، جل الالوفيرا طبعا او جل الصبار بينعم الشعر وبيطريه، بيخلي الشعر ملمسه ناعم، كمان بيغذي الشعر، بيغذيه جدا جدا، وكمان زيت الزيتون مفيد جدا جدا للشعر، بيخلي الشعر كثيف وبيطول بسرعة رهيبة هتشوفيها بنفسك. كل اللي احنا هنعمله زي ما احنا قلنا كده، وهندهن بيه شعرنا. هنجيب الكيس النايلون اللي احنا بنستخدمه في الأطعمة، ده اللي احنا بنستخدمه في الطعام، وهبدأ ألفه على الراس يعني تقريبا 3 أو 4 لفات. هنلفه على الراس وهنسيبه ساعة أو 2، كل ما سيبناه أكتر كل ما اديك نتيجة كويسة إن شاء الله. من الوصفات الجميلة برضو اللي بتطري وبتنعم الشعر وبتكثفه بسرعة رهيبة جدا. استعملوها أو استعملوا الوصفة الأولى هتعجبكم إن شاء الله بإذن الله. يلا هنعمل تالت وصفة. نسيت اقول لكم برضو استخدامكم لاي وصفة هيكون مرتين فقط في الاسبوع، مش عايزين اكتر من مرتين عشان ما نغسلش الشعر كتير. اما بالنسبة للغسول اللي انا هحتاجه ان شاء الله للشعر، انا هحتاج عشبة اسمها المرمرية، وده بيكون شكلها زي ما انتم شايفين كده. العشبة دي اسمها المرمرية، بنجيبها من عند العطار، وده بيكون شكلها زي ما انتم شايفين. هحتاج منها حفنة واحدة فقط من عشبة المرمرية، جميلة جدا، بتساعد على تطويل الشعر وبتخلي الشعر غزير ان شاء الله، ومغذية قوي قوي، بتطول الشعر بسهولة. هبدأ دلوقتي اعمل معاكم الوصفة واقولك هتستخدميها ازاي بعشبة المرمرية. انا معايا طبق هنا زي ما انتم شايفين، طبق كبير كده، هبدأ اضيف فيه عشبة المرمرية، وهضيف عليها لتر مية مغلية بالشكل ده. تغليها في الكاتل، بلاش نولع عليها على النار يا بنات، علشان في اعشاب لما بنغليها على النار بتضيع زيوت الطيارة الموجودة فيها، ومش بتستفادي انتي كده بالوصفة. انا هغلي المية في الكاتل وهبدأ اضيفها بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بقى هقلبها وهسيب المية لحد ما تبرد، تبقى دافية، يعني مش تبرد خالص، يعني تبقى دافية بس ان انا اغسل بيها شعري، ولازم اغطيها علشان اي زيوت طيارة فيها
ايه تحتفظي بيها، هنغطيها بالغطا ونسيبها لحد ما تبرد خالص. وبعد ما نعمل وصفة من الوصفات اللي احنا عملناها دي، ده هيبقى غسول هنغسل بيه شعرنا بعد ما نغسل شعرنا بالشامبو. الوصفة دي جميلة جدا، بتساعدك على تكثيف الشعر وتطويله، بتغذي الشعر، المرمرية مفيدة جدا، وابحثي عنها، فوائدها للشعر مفيدة جدا جدا يا بنات. أتمنى يا رب الوصفات اللي احنا قدمناها النهاردة تعجبكم، تستفادوا بيها. اعملي وصفة منهم واعملي الغسول، اغسلي بيه بعد ما تغسلي شعرك بالشامبو، هيفيدك قوي قوي بإذن الله. حبايب قلبي، دي كانت الوصفات اللي احنا عملناها النهاردة مع بعض، يا رب تستفادوا بيها وتكون نتائجها فعالة معاكم. اذا عجبتكم الوصفة متنسوش تحطوا لايك للفيديو، ومتنسوش تشيروا الفيديو لكل اصحابكم على الفيسبوك وجوجل بلس واتساب، وان شاء الله هسيب لكم لينك الموقع الجديد بتاعي في صندوق الديسكريبشن، ادخلوا شوفوا الموقع يعجبكم جدا، في وصفات